موسم الأفراح بامتياز، ده عنوان سنة 2023 اللي كانت كلها أفراح وحفلات زفاف للعائلات الملكية العربية، والمرة دي الفرحة مختلفة تماماً لأنها جمعت بين ملك البحرين وملوك ورؤساء وأمراء العرب وبين أهم الفنانين في الوطن العربي. تعالوا أقول لكم تفاصيل حفل الزفاف الأسطوري للشيخ سلمان بن خالد بن سلمان آل خليفة والشيخة عائشة آل خليفة. تابعونا للنهاية. استمرارا لموسم الأفراح الملكية، احتفلت الأسرة الحاكمة في البحرين بزفاف الشيخ سلمان بن خالد بن سلمان آل خليفة والشيخة عائشة آل خليفة في حفل أبهر الجماهير بفخامته. وأقيم حفل الزفاف الأسطوري في أجواء فخمة على الطريقة الهندية بحضور عدد كبير من نجوم الفن في الخليج والوطن العربي، وحضر ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفل الزفاف اللي كان مبهر بكل تفاصيله، ودعا عدد كبير من الحضور منهم أفراد العائلة المالكة البحرينية والمسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية. حفل زفاف الشيخ سلمان بن خالد بن سلمان آل خليفة والشيخة عائشة آل خليفة حظى باهتمام كبير من كل الملوك ورؤساء، وتميز بالفخامة اللي كانت واضحة على ديكور وأجواء الحفل، حتى إن البعض وصفه بالأسطوري، خاصة مع تنسيقه بلمسات هندية ممزوجة باللمسة العربية الشرقية. وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن في الخليج والوطن العربي، أبرزهم فنان العرب محمد عبده، والفنانة الإماراتية أحلام، والفنان الشعبي الكويتي سليمان الأصار، والفنانة خديجة معاذ، والفنانة المصرية ليلى علوي، والمذيعة السعودية لوجين عمران اللي ما قدرتش تخفي مدى إعجابها الكبير بديكور الحفل المستوحى من الطابع الهندي واللي كان غالب عليه الفخامة بشكل أبهر الجميع. وأشعلت الفنانة والإعلامية لوجين عمران حفل الزفاف بوصلة رقص على أنغام الموسيقى والأغاني مع الفنانة البحرينية أميرة محمد. الشيخ سلمان بن خالد هو نجل الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة والشيخة مروة بنت عبد الرحمن آل خليفة، رئيسة المؤسسة الخيرية لحماية الحيوان بمملكة البحرين، وهو حفيد الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وسمو الشيخة ساجبة بنت سلمان بن حمد آل خليفة عمة ملك البحرين. ومن ناحية والدته هو حفيد الشيخة هيا بنت علي آل خليفة، أول منقبة للأثار في الخليج العربي. أما بقى العروسة الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة، فهي حفيدة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وهي أول بحرينية تقود طائرة حربية في تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني، لما أقلعت بطائرة هوك من قاعدة الشيخ عيسى الجوية، واجتازت الشيخة عائشة بنجاح المرحلة التدريبية الشاقة في الطيران العسكري، واتخرجت من كلية ساند هيرست العسكرية. بنتمنى كل التوفيق للعروسين وحياة زوجية سعيدة.